رحمة الله على أشقائنا المغربة لسقطوا ضحايا في زلزال حدث منذ ساعات وأسقط أيضا عدد كبير من الضحايا وخلف خلفه الكثير من المصابين رحمة الله على كل الضحايا ربنا يا رب يصبر أهليهم خبر كان مفجع للجميع صعب على الجميع بلد عظيم بلد جميل بلد محب لكل الناس بصراحة دائما وأبدا المغرب كانت داعمه ومسانده لينا كفرق رياضيه وكلاعبين اي وقت كنا بنروح المغرب كنا نلقى كل الترحاب، كنت لسه موجود في المغرب وقت نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والوداد والمباراه اللي اقيمت بين مصر وغينيا في تصفيات كاس الامم الافريقيه في مراكش، الناس بتتعامل معانا بكل احترام، شعب طيب، شعب اصيل، شعب جميل الله يكون في عونهم يعني الموضوع كان موجع فعلا لكل شعوب العالم كل الناس اتكلمت على هذا الامر لاعبين اتكلموا انديه اتكلمت النهارده شفنا صور عظيمه جدا للمنتخب الجزائري او المنتخب المغربي عفوا ولاعبي المنتخب المغربي وهم بيساندوا بيدعموا بيتبرعوا بالدم زي ما انتم شايفين كده اتحاد الكره بيقدم التعازي ببالغ الحزن والاسى ويقدم الاتحاد المصري خالص التعازي والمساواه لضحايا زلزال ازدرب الزلزال, دولة المغرب الشقيقة سائلين المولى الشفاء العاجل للمصابين والصبر لأهالي المتوفين ده كان اتحاد الكرة المصري كان عنده رد فعل سريع في هذا الأمر كمان الأندية واللاعبين والكل كان بيدعم وشانت ده النهاردة صور لاعبي المنتخب المغربي وهم رايحين يتبرعوا بالدم للمصابين في هذا الحادث الأليم أو زلزال اللي ضرب المغرب الزمالك كمان قال ببالغ الأسى والحزن نادي الزمالك يقدم خالص التعازي والمساواة لضحايا زلزال الاصدارب دولة المغرب الشقيقة راجين من المولى الشفاء العاجل للمصابين أيضا النادي ده نادي السد القطري كمان بيقدم التعازي في حادث الزلزال وده ايضا الوداد الرياضي المغربي طيب ده الوضع ان شاء الله الكل ساند وكل دعم والمغرب هتفضل الايام القادمه محتاجه الدعم من كل شعوب العالم وكل الناس سواء رياضيين او غير رحمه الله على المتوفيين في هذا الزلزال ونتمنى الشفاء العاجل ان شاء الله للمصابين